بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، ضيف اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر أوجه من الشبه بين ما عند المغضوب عليهم والضالين المخالف للصراط المستقيم وما عند هذه الأمة، قال: وقال الله سبحانه عن النصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إلى غير ذلك من المواضع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الشيخ رحمه الله ما وقع من اليهود من التحريف والتبديل لكتابهم ودعواهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم ومع هذا يخالفونه ويأتون بأهوائهم ويحرفون كلام الله لفظا ومعنا ويلوون ألسنتهم بالكتاب فيضعوا كلاما من عندهم وينسبونه إلى الله جل وعلا وهو ليس من عند الله، وأن من هذه الأمة من تشبه بهم فتعصبوا لمذاهبهم ومشائخهم وآرائهم وحرفوا من أجلها كلام الله لفظا ومعنا، أو وضعوا أحاديث، لووا ألسنتهم ووضعوا أحاديث نسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول بريء منها، يريدون بها نصرة مذاهبهم. لما ذكر هذا انتقل إلى النصارى، وهم الطائفة الثانية من أهل الكتاب الذين بعث الله إليهم نبيه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. بعثه الله بالتوراة وأنزل عليه الإنجيل مكملا للتوراة ومبينا ما فيها وناسخا لبعضها، ولهذا قال عيسى عليه السلام لهم: إني رسول الله إليكم. إني قال عيسى: ورسول من عند الله مصدق لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. ومع هذا لم يعبأوا به، إلا قليل منهم آمنوا بالمسيح عليه السلام إيمانا صحيحا مستقيما. وهؤلاء أثنى الله عليهم ومدحهم ووعدهم بجزيل الثواب: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. وأما الفريق الثالث فهم الذين غلوا، أطاعوا المسيح آمنوا به لكنهم غلوا فيه ورفعوه فوق منزلته، فهم صاروا على ثلاث طوائف: طائفة الأولى الذين كفروا بالمسيح وقالوا فيه وفي أمه قولا قبيحا، والطائفة الثانية الذين آمنوا بالمسيح لكنهم غلوا وزادوا، والطائفة الثالثة الذين آمنوا بالمسيح واعتدلوا وساروا على المنهج الصحيح. فأما الذين غلوا في المسيح فإنهم طوائف، منهم من يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم
ومنهم من يقول إن الله ثالث ثلاثة، الله وعيسى وروح القدس. ومنهم من يقول المسيح ابن الله، المسيح ابن الله. فهؤلاء غلوا في المسيح عليه الصلاة والسلام ورفعوه من منزلة البشرية إلى منزلة الربوبية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد فضحهم الله وقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. من هذه الأمة من سلك مسلك النصارى فغلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوه فوق منزلته، بل غلوا في الأولياء والصالحين فأنزلوهم فوق منزلتهم وعبدوهم من دون الله وذبحوا لهم ونذروا لهم واستغاثوا بهم ودعوهم من دون الله، فهم غلوا في رسول الله وغلوا في الأولياء والصالحين كما غلا أهل الكتاب في رسلهم وفي صالحيهم سواء بسواء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة أن تأخذ ما أخذ اليهود والنصارى في الغلو، فقال عليه الصلاة والسلام فقال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه في الصحيحين. لكن هناك من قال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا قل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى آخر ما غلا في الرسول صلى الله عليه وسلم. وجد في هذه الأمة من أخذ ما أخذ النصارى فغلا في محمد صلى الله عليه وسلم كما غلت النصارى في المسيح، وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع فيه طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة حتى خالط كثيرا منهم بمذهب الحلول والاتحاد، ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه؟ نعم، إن هذه الأمة وقع في بعضها في بعض فرقها مثل ما وقع لليهود للنصارى أو أشد، مثل ما وقع للنصارى من الغلو في المسيح أو أشد منه، حيث غلوا في عبادتهم واشتدوا في زهدهم حتى خرجوا عن المشروع. وهذا ينطبق على العباد والزهاد المتشددين المتنطعين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. قال عليه الصلاة والسلام فإنما إياكم والغلو إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال عليه الصلاة والسلام فإن المبتل أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولما أراد ثلاثة نفر أن يزيدوا في العبادة قال بعضهم أنا أصلي ولا أنام، وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب أشد الغضب
وقال أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وجاء صلى الله عليه وسلم بالشريعة السمحة الوسط المعتدلة بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء، هذه شريعته صلى الله عليه وسلم. لكن أبى طوائف من الغلاة إلا أن يزيدوا عليها ويخرجوا عن حدها. والله جل وعلا قال لنبيه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أمره بالاستقامة هو ومن اتبعه، ونهاه عن الطغيان وهو التشدد والغلو عن الحد المألوف المشروع في العبادة. فوقع في هذه الأمة حتى اشتد الأمر، حتى ظهرت فرقة وحدة الوجود الذين غلوا في التوحيد، غلوا في التوحيد حتى قالوا إن الكون ليس فيه انقسام، كله هو الله، فمن قال إن هناك خالقا ومخلوقا فهو مشرك، وأما الموحد عندهم فهو الذي يقول إن الكون كله هو الله، ليس فيه خالق ولا مخلوق، بلغ بهم الغلو إلى هذا الحد والعياذ بالله. هذا في الصوفية، في غلاة الصوفية وهم أهل وحدة الوجود. نعم. قال رحمه الله في وجه آخر من التشبه، قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه بأنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر به وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال. نعم. الله جل وعلا ذكر عن النصارى فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا. فلما سمعها عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وكان نصرانيا قبل الإسلام قال يا رسول الله إننا لسنا نعبدهم، هو ظن أن العبادة هو الركوع لهم والسجود لهم، قال إننا لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتطيعوهم؟ قال بلى. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتطيعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فمن أطاع مخلوقا في التحليل والتحريم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد اتخذه ربا، لأن التحليل والتحريم من حق الله جل وعلا، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، الذين أحلوا الميتات وقالوا إنها أولى من المذكات لأنها ذبيحة الله وأما المذكات فهي ذبيحتكم، قال سبحانه شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إن أطعتموهم في استحلال الميتة إنكم لمشركون بالله في التحليل والتحريم، لأن هذا من شرك الطاعة. هذا يسميه العلماء شرك الطاعة، وهي طاعة العلماء والعباد في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من الشرك. وهذا في النصارى كما حكاه الله عنهم بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في التحليل والتحريم من دون الله عز وجل. وكان في هذه الأمة من تشبه بالنصارى فصاروا يتبعون مقلديهم وأئمتهم في الأقوال ولو كانت مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله، فلو أحلوا شيئا حرمه الله لا أطاعوهم، ولو حرموا شيئا أحله الله لا أطاعوهم، تعصبا لأقوالهم. وهم قد يكونون مخطئين لم يتعمدوا هذا وينهون عن هذا، لكن أولئك أتباعهم لا يتركون شيئا مما قالوه ويعتقدون فيهم العصمة ويقولون هم أعلم منا وهم أحسن منا وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: وقال سبحانه عن الضالين: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله به عليم. قال الله سبحانه: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. هذه لم يجعلها الله، جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. نعم. وأما قوله ورهبانية فهذه لا تدخل مع قوله وجعلنا، بل هي شيء ابتدعوه هم. ورهبانية ابتدعوها، ورهبانية منصوب على ابتدعوها، العامل فيه ابتدعوها، من باب يسميه العلماء بالاشتغال. نعم. وابتدعوا رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، يعني ما شرعناها لهم، إلا ابتغاء رضوان الله، يعني هم فعلوها ابتغاء رضوان الله، ما فعلوها لشيء آخر، إنما فعلوها عن اجتهاد وعن طلب إرضاء الله سبحانه وتعالى. لكن الله جل وعلا لا يرضى إلا بما شرع. نعم. فلا يرضى بالبدع والمحدثات، ويقال هذا زيادة طاعة وزيادة خير، لا، هذا مرفوض ومردود. نعم. ولو كانت نية صاحبه حسنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فالنصارى ابتدعوا الرهبانية، ومع هذا ما رعوها حق رعايتها، لأنهم لا يستطيعون أن يوفوها تماما لعجزهم ونقصهم. فالله جل وعلا شرع لهم الاعتدال، وشرع لهم التوسط، ولكنهم هم يريدون الزيادة، وانقطعوا فما رعوها حق رعايتها. فالله جل وعلا ينهى هذه الأمة عن الرهبانية وعن الغلو، ولكن مع هذا وجد في هذه الأمة من سلك مسلك النصارى، فجعل يتعبد لله بالبدع والمحدثات، يظن أنها تقربه إلى الله، وهي تبعده عن الله، لأن عمله مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو مردود، وهو يجهد نفسه وهو مردود، ماذا يستفيد؟ ما يستفيد إلا البعد عن الله جل وعلا، يعني يسير في طريق هلاك ولا يسير في طريق نجاة. نعم. وقال الله سبحانه: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فكان الضالون بل والمغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك في غير موطن، حتى وقت مفارقته الدنيا بأبي هو وأمي، ثم إن هذا قد ابتلي به. الرسول صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا ذكر عن الأمم السابقة أنهم كانوا يبنون على القبور، وذلك في قصة أصحاب الكهف الذين ذكر الله قصتهم. فلما عثر عليهم أهل البلد، وهم أموات في كهفهم، تشاوروا في ماذا يصنعون بهؤلاء الأموات، فقال بعضهم: ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. وقال الذين غلبوا على أمرهم، أي الأقوياء، الأقوياء منهم الذين غلبوا على أمرهم، يعني فرضوه على غيرهم، لنتخذن عليهم مسجدا، أي مكانا نصلي فيه تبركا بهم. فهذا من بناء المساجد على القبور، وأنه موجود في الأمم السابقة. جاءت اليهود والنصارى فمشت على هذا المنهج الشركي الذي لم يشرعه الله عز وجل على أنبياء بني إسرائيل، لكن هم أحدثوه وابتدعوه، فصاروا يبنون المساجد على القبور، ويصورون صور الصالحين والأنبياء على قبورهم وعلى أضرحتهم. ولما ذكرت له أمهات المؤمنين، ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، لأن الصحابة هاجروا إلى الحبشة كما هو معلوم، ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأته في كنيسة في أرض الحبشة، لأن الحبشة نصارى،
وما فيها من التصاوير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله. وقبل موته صلى الله عليه وسلم بزمن يسير، وكان يعالج سكرات الموت، ومع هذا لم ينسى النصيحة والبلاغ لأمته، فقال عليه الصلاة والسلام وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني لدفن في البقيع، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فدفن في بيته صلى الله عليه وسلم محافظة عليه من الغلو كغلو النصارى وأهل الكتاب في أنبيائهم واتخاذ المساجد عليها. الحاصل أن البناء على القبور ذكره الله في القرآن عن الأمم السابقة، ولحقتهم بنو إسرائيل من اليهود والنصارى، وقلدهم جهال هذه الأمة وظلال هذه الأمة، وصاروا يبنون بكثرة الآن، يبنون بكثرة الآن المساجد على القبور، والمسجد الذي ليس فيه قبر ليس له قيمة عندهم الآن ولا يتوجهون إليه، وإنما يتوجهون إلى القبور، إلى المساجد التي فيها قبور ويتهافتون عليها. أما المساجد السنية الخالية من القبور فإنها لا قيمة لها عندهم، وهذا من تمام الابتلاء والامتحان، ومن السير على منهج اليهود والنصارى الذي حذرنا الله جل وعلا منه، حذرنا منه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ثم إن هذا قد ابتلي به كثير من هذه الأمة. نعم، هذا واقع الآن. لو تذهب إلى أي جهة في غير المملكة حماها الله وحفظها، لو تذهب إلى أي جهة تجد كل مسجد أو أغلب المساجد على قبور، ولا يدفن المعظم عندهم أو الرئيس أو العالم إلا في مسجد، أو يبنى عليه مسجد، إما أن يدفن في مسجد موجود، وإما يبنى على أن يبنى على قبره مسجد. هذا كله تقليد لليهود والنصارى. والحكم الشرعي أن تلك المساجد مواطن بدعة لا تجوز الصلاة فيها. الحكم الشرعي أنها منهي عن الصلاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، لا تتخذوا القبور مساجد، أي مصليات. فالمراد بالمساجد ما يصلى فيها ولو لم تبنى، فلا يصلى عند القبر، ومن صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا، فقد اتخذه مسجدا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم إن الضالين تجد عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة والصور الجميلة، فلا يهتمون بأمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات. هذا عند الصوفية من هذه الأمة. نعم. أنهم كانوا يتقربون إلى الله بالأناشيد والتنغيمات الجماعية مثل النصارى، فإن صلواتهم كلها ترانيم وكلها أنغام، فتشبه بهم الصوفية فصاروا يتقربون إلى الله بهذه التي يسمونها الأذكار والأحوال، فيترنمون وينشدون ويقولون إن هذا ذكر لله عز وجل. فهم حذوا حذو النصارى في صلواتهم وفي ترانيمهم، وكذلك والعياذ بالله أشد من ذلك أنهم ينظرون إلى الصور الجميلة من النساء والمردان ويقولون هذا من التفكر في آيات الله، وهذا عبادة، تفكر في آيات الله، النظر إلى المرد وإلى الوجوه الحسان هذا عبادة، لأنه من التفكر في آيات الله، وينسون قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. فالله جل وعلا أمر بغض البصر عما حرم الله، وهؤلاء ولذلك شرع الحجاب على النساء من أجل أن يمنع النظر، من أجل أن يمنع النظر ويكفي الفتنة
فهؤلاء يقولون لا، النظر إلى الوجوه الحسنة من النساء والمرد عبادة لله عز وجل، يتقربون به إلى الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، ويتقربون إلى الله بالأناشيد والأهازيج وغير ذلك، بدلا من ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن. نعم. قال: ثم تجد قد ابتليت هذه الأمة من اتخاذ السماع المطرب بسماع القصائد وإصلاح القلوب والأحوال به ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين. اي نعم، من هذه الأمة من يتخذ الأناشيد والابتهالات الجماعية والتنغيمات والطبول، يتخذونها تقربا إلى الله جل وعلا، ويتخذونها عبادة، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هذا من اللهو واللعب، هم جعلوه دينا يتعبدون لله به. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتحريم الملاهي وتحريم المزامير، تحريم الدفوف، إلا ما رخص فيه الشارع من مناسبة الزواج ليضرب الدف للنساء، وإلا فالأصل التحريم في آلات اللهو جميعا، والمعازف والمزامير والأغاني كلها مما حرم الله سبحانه، لأنها تصد عن سبيل الله. هم يقولون لا، إنها تحيي القلب، وهم يقولون إنها تحيي القلب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنها تزرع النفاق في القلب، تزرع الشهوة في القلب، تزرع الشر في القلب. هم يقولون لا، إنها تزرع محبة الله وتزرع الإيمان في القلب وتقرب إلى الله عز وجل. شابهوا في هذا الضالين وهم النصارى، لأن النصارى غالب دينهم من هذا النوع، من اللهو واللعب والأصوات وغير ذلك من المبتدعات. نعم، يعني تركوا الصراط المستقيم واتبعوا أصحاب الجحيم. تركوا الصراط المستقيم واتبعوا أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى من المغضوب عليهم والضالين. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.